وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن حرب أكتوبر المجيدة وتحديدا المراحل التي سبقت هذه الحرب حتى وصل الجيش المصري إلى هذا النصر العظيم، ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء أرحب بك. أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة اللواء وكل عام وأنت بخير بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، اليوبيل الذهبي لذكرى 6 أكتوبر. سيادة كل عام وأنت بخير ومصر والعروبة كلها بخير. نعم سيادة اللواء، بالحديث عن هذا النصر العظيم بالتأكيد استغرق سنوات للإعداد له، نود التعرف بشكل أكثر تفصيلا عن جوانب الإعداد لنصر أكتوبر، خاصة أن مصر كانت خارجة من هزيمة عام 1967 ولم يكن الأمر يقتصر فقط على مجرد الإعداد العسكري، لكن كانت هناك جوانب أخرى. يعني عشان نحط النقط على الحروف، أعظم يوم في تاريخ مصر هو اليوم اللي كنا بنعتبره أسوأ يوم في تاريخ مصر، اللي هو كان يوم 9 و10 يونيو 67. نعم. ونخلي بالنا أن احنا دايما بنقول 9 و10 يونيو، لا بنقول 9 يونيو لوحده ولا 10 يونيو بوحده، لأن الاثنين دول يوم واحد. الشمس طلعت في يوم 9 لم تغرب إلا يوم 10، يعني اليوم ده ما حدش عارف فلكيا حسبناه ازاي. هذا اليوم بيدرس في الدول خارج مصر في الأكاديميات وفي المعاهد العسكرية وفي الاستراتيجية والسياسية، بيقولوا حاجة واحدة، ليس معنى هزيمة جيش هو هزيمة الدولة، وبيضربوا مثل بمصر ان مصر جيشها اتدمر في يونيو 67 ولكن إرادتها لم تمس واحتفظت بإرادتها كاملة لم تهزم. لما احتفظنا بإرادتنا كل شيء بعد كده كان هين. نعم. استطعنا ان احنا نبني جيشنا من جديد لان إرادتنا نمتلكها من لا شيء بجيش، يعني خلاص مش هنتكلم على اكتر من اللي حصل، لكن طالما الأمة بتحتفظ بإرادتها قدرنا ان احنا نبني الجيش. المقاتل المصري موجود، خير اجناد الارض ربنا اللي قال كده، مش احنا اللي قلنا عليه. فمن هذا المقاتل اللي هو خير اجناد الارض بدانا اعداد وبناء جيشنا مره اخرى، بدانا نعيد كل قدرات الدوله، القدره الاقتصاديه بتاعتنا. عايز اقول ان الفلاح المصري يعني اللي شال على راسه أو على كتافه الاقتصاد المصري في هذا اليوم، لأن كانت الزراعة بتاعتنا كلها بتتعرض. يكفي إن احنا ما كناش عارفين نجيب مبيدات من الخارج عشان نكافح بها الآفات الزراعية اللي كانت بتيجي، فكنا بنطلع في الحقول بنقضي على الآفات دي بإيدينا عشان إيه يطلع محصول ونلاقي في أرضنا ومن بلدنا ما نطعم بيه شعبنا ونطعم بيه جيشنا. العامل المصري في المصنع كان بيشتغل وبيطبق الورديات، يعني عايز اقول بعيدا عن الجندي في ميدان المعركه. نعم. كل مصري في كل مكان كان واقف سند لكل للجبهه بالكامل. بدانا بنينا جيشنا تماما، بس عايز اقول حاجه هنا بقى، القياده الحكيمه والرائعه اللي بدات تستوعب الموقف بمنتهى السرعه. نعم. وبدأت تدير الموقف مش على المخطط، لا ده طبقا للموقف اللي قدامي. يعني زي ما قال رحمة الله عليه الفريق محمد فوزي، انه في يوم من الايام اعطى امر عشان خاطر ما يشتبكش مع العدو ويديله تكأة يضرب علينا واحنا لا نمتلك سلاح ومش قادرين نعمل حاجة، قال اي جندي هيشتبك مع العدو هحاكمه. فيفاجأ ان عسكري مصري ما قدرش يشوف الجندي الاسرائيلي قدامه بيطلع ويقف قدامه على القناه، فضربه بالبندقيه قتله. نعم. عمل ايه فريق فوزي؟ ما لم يكن خلاص، رغم ان هو اللي ادى الاوامر ان اللي هيشتبك معاه هيعمل اي اشتباك هيحاكمه، راح مرق الجندي ده لدرجه رقيب، يعني رقاه رتبتين ثلاثه ورا بعض، رفعت معنويات خلاص بقى. لا ده موقف ثاني اللي حصل في راس العش يوم 1 يوليو، اللي القوات الجويه بتاعتنا عملته يوم 14 و15 يوليو من نفس ده، فيش ممر الشهر لسه على النكسه بتاعه 67، 5 شهور كنا بنغرق اكبر مدمره اسرائيليه في قاع البحر المتوسط. وبدات الطوفان بقى بتاع الاعداد للقوات، اعداد القوات المسلحه للحرب.
لم نضيع دقيقة واحدة على مستوانا احنا بجل الاستطلاع، لم نترك سيناء يوم 5 يونيو، واستمر الاستطلاع في سيناء طول ال6 سنوات، لم يخلو جبل في شبه جزيرة سيناء من مجموعة خلف خطوط. ولذلك جعلنا سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة العامة للقوات المسلحة تخطط في منتهى الدقة وفي منتهى الحسم. كنا نعلم أن العدو أقوى منا عددا من ناحية الكم ومن ناحية الكيف، ولكن اعتمدنا بفضل الله على كفاءة الجندي المقاتل. خلينا السلاح بالمقاتل وليس المقاتل بالسلاح. يعني لما أجد أن العدو بيقول لي أن عنده طيارات الفانتوم بتاعته، الطيارة ب4 طيارات MiG-21، وأواجهها بالطيارات بتاعتي ولدي طيارين أسقطوا 2 و3 طيارة فانتوم. عندنا الإعجاز اللي عملناه على الأرض، طقم الصواريخ اللي يدمر 2 ل3 دبابات ونقول ده امتياز. عندنا من دمر 10 و20 و26 دبابة طقم واحد. عملنا الرئيس السادات كان بيقولها ويعني بطريقة ساخرة وبنكتة، إنما هي حقيقة. لما أعلن قال لك إحنا بندمر اللواء المدرع في 20 دقيقة، اللواء المدرع الإسرائيلي ده 111 دبابة، ده حقيقي. إحنا يعني عملنا أمثلة على مستوى العالم الكل استوعبها، والكل لسه لحد اللحظة دي بيجي يسألنا انت عملت خطة الخداع ازاي؟ اتغلبتوا على خط بارليف ازاي؟ إذا هي مجموعة من العمليات والخطوات سيادة اللواء سبقت الحرب، وكان هناك أيضا دعم على الجانب المعنوي لجنود مصر البواسل ليتحقق في النهاية هذا الانتصار. اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا جزيلا لك.